إذن تحية طيبة مشاهدينا ومرحبا بكم في بث مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء. كيف كتشوفوا معنا عادل في العمر ديالو 28 سنة أصيب بالسحر والشعوذة، ففكر مرات عديدة باش ينتحر وشنق راسه. مرحبا بك سي عادل. السلام عليكم. لاباس عليك؟ لاباس عليك الحمد لله. واخا عاود لنا شنو المشكل ديالك؟ أنايا كنت صغير كان كنت عايش واحد العنف أسري، كبرت مشيت لوالي وصلت واحد صرت تامنة إعدادي، ديك الساعة توفات ليا أمي مشي فقدتها صافي، لقيت راسي فواحد العزلة وصافي مبقيتش لاقي لي كفر عليا، ما كملتش حتى الباك، وأنا تأثر بواحد المرض نفساني. لقيت النفسية ديالي بحال على هاد الضغط وبغات نتفاجر بحال تغوت، أنا ما قدرتش نتحمل هاد هادشي من بعد، هادشي غنعاودك من بعد. دابا أنا كنت غادي مزيان في القرايتي، ما كنتش كنطيع على المويان ديالي، ديما لا مويان كنجيب ديال، بغيت نكمل قرايتي، بغيت نوصل أنا ونكبر وندير شحال من حاجة في حياتي. ساعة هاد المرض دمرني، تبع شي دوايات ما لقيتش الجهد، حالتي تغيرات، وليت ما بقيتش نتحكم في راسي، ما بقيتش وليت داك الشيء كنديرو في حو، وليت داك الشيء كتمشي طوال حياتي انا وليت داك الشيء كنديرو في حوايجي، ما لقيتش مو يمشي، باش تقف معايا وكانت مازال غتبقى معايا وغتبقى حدايا وغتقابلني، انا لقيت راسي بوحدي، ما لقيت حتى واحد، وليت تأثرت داك الشيء. عاد المهم داك الشيء وليت ما عرفتش راسي باش تبليت. مع مرات الايام كنت كنحاول نتحر نتفك من الدنيا، ولكن شت راسي كنت عدف في الدنيا وانت عدف في الاخره، بغيت نرحم الله ويرحمني. انا فقدت الامل في الحياه، فقدت ما لقيتش اللي وقف معايا اللي نصحني، انا راسي خاوي ديك الساعه، ما لقيتش اللي فهمني، ما لقيتش اللي فهمني ورشدني انا وشد بيدي ودي وعيني واش خاصني، لقيت راسي بوحدي ما لقيتش تحت صافي. نهار مرات الايام مشيت مع شي ناس بلا ما جبت نذكرهم، مشيت معاهم تشدوني للسبيطار، الحاله دي هذيك الدواء اللي كان كيعطوني كان كيأثر عليا فوق جهدي، انا ما عنديش جهد صافي، لقيت راسي بحال شي دود، ما بقيتش تقدر الدود راه كتحكم في راسه وكتمشي، انا ما بقيتش كتمشي، النعاس ما بقاش كيجيني، كنلقى راسي ما كنلقاش نعس، ولا كيتقولي كتخيلي كتوهمني شي حوايج ما كاينينش، بحال الاصوات بحال شي حوايج انا كتبعد على طريق الله، شي اصوات فهمتيني، مع ذلك بقيت مشبت من الله. الاصوات هادو كنسمعهم من برا، ما عرفتهم ديال بنادم ديال بنادم، بحال كتوهم ليا وكنسول كيقول لي ما كاين حتى حاجه، وانا كيجيب لي ديك الاصوات. تاثرت نفسانيا، انا كنت تبارك الله بخير، كنت عايش بخير وعايش بخير الحمد لله. انا عندي نيفو باك قريت ديال نيفو باك. علاش خرجتي من الدراسه ديالك؟ انا بسبب هذا المرض تاثرت به، ملي خرجت من السبيطار ديال الامراض العقليه خرجت، بقيت مأثر، مرضيتش، عزيت النفس، مرضيتش، وليت وحداني، وليت منعزل على البنادم، ما بقاش ندوي، معليش علاش مكرداش يقول لك هذاك داوي، ما بقاش عارف ما ديتش عليه هذا، ومع ذلك بقيت كنلبس زوين وكان هذاك باش نبينش البنادم راه انني كنت بحال هكا، انا عايش بحال هكا، كنبغيش نبين البنادم راني مريض، ومع ذلك كنبغي نخرج راسي من المرض، كنبغيش نعمر راسي انني مريض، ومع ذلك النعاس من بعد النعاس مابقاش كيجيني، مشيت تسوج على الطبيبه قلت لها ما كنعسش كنت سمع هاد الشيء وكيوقع ليا، قالت لك عندك مرض مزمن. هاد المرض المزمن انا عرفت واش كيفاش اثرت به، شباب ما عرفتش بسبابه، واش السحر، واش هذاك السبيطار، واش الام، واش القرايه، ما كملتش في حياتي، واش ما عرفتش باش، واش صحابي ما فهمتش انا ما عرفتش مناش. والله اعلم هادشي، والله اعلم ما عرفتش، ولكن بقيت مشبت بالله، كنصلي كنقرا القران وحق الله، بقيت من الله كنوض الفجر مع الفجر كندعي الله، الله يشافيني، الله يوقف معايا، الله يعاونني، بغيت انا ان شاء الله من هذا المرض، بغيت نخرج من هذا المحنه، باش انا محن ما عانيش من الصغر، انا كنعاني ما كنرتاحش،
عرفتي هذاك الشيء، هذاك الدواء اللي كنت كنشرب وما كانش ما كنتش شربت يا حبيبي، ما كنتش كنعس، وباقي دابا ما كنعش، ما كنعش حتى الفجر غير باش كنفيق، حتى الفجر الدنيا غامدة ساعة ساعتين، اش من نعاس هذا، ما كنرتاحش والو، كنمشي بغيت نخدم، خرجت للعمل، بغيت نعاون راسي، بغيت نعاون خوتي، خويا باقي كيقرا، بغيت نعاون خوتي، بغيت نعاون العائلة، بغيت نشرف راسي. واحد هذا كيقول لك انت مريض ما تخدمش ليا، غير تسق السخفان تسق طيح واقع عليك، شحال من الخدمه بحال هكا، شحال من الخدمه مشيت لها، يقول لك انت مريض ما يمكنش نخدمك. انا ما عنديش باش نبقى جالس، عندي انا راه عندي شحال من الاحتياجات ديالي، انا شحال المتطلبات، بغيت نخرج انا، بغيت ناكل نشرب نمشي للحمام تصبط، ما عنديش. بغيت دابا 5000 ريال دو سولت على طبيب نفساني ما لقيتهاش والو. انا كنت كان عندي نمشي نوقف مع راسي، انا راه ماشي راسي كنبغي باش نقول ماشي اناني، ولكن انا كنبغي شت راسي تاثرت تعذبش، واش نادب واش نزيد نعذب راسي صافي. واش المسلمين المسلمات لي وجه الله، شوفوا اخوكم، شوفوا في وجه، شوفوا فيا غير الخير، ودروا فيا الخير، وقفوا معايا، ما تعطوني التريه، بغيتكم نتوما تمشيو معايا حتى للطبيب، وتوقفوا معايا واش خاصني والاجراءات. ديك الساعه انا ربي انا غندعي معاكم، غنبقى ندعي معاكم، ما غنساش هذا الخير اللي وقف معايا من هذا المرض. هذا المرض نخرج منه، هذا المرض كنعاني منه يوميا، ومع ذلك يوميا كيتزاد هذا المرض. وليت كنخرج، ما كنخرج، بغينا نخرج نشم الهواء، كندوخ صافي، كنترفع، كندوخ، ما كنبقاش نتحكم في راسي. مؤخرا دابا دخلت بحال هكا، دخلت الطواليت بحال هكا حاشاكم، ولكن لقيت راسي مابقاش كنتحكم، الطبيب صافي داتي لي كتحكم فيا، مابقاش انا كنتحكم في داتي، وغيبت في الظلمه في عينيا، ما عرفتش مناش تخلعش. وهادشي ماشي مره ماشي جوج، كنقولها غيفوتني الحال، ومع ذلك داكشي غير ما كيتزاد عليا، ما عرفتش مناش انا اختي. بغيت ان شاء الله انا نصح ونوقف على رجليا ونخدم انا وندير مستقبلي انا كما سائر الشباب دابا اللي عايشين. ويا ربي راك تشوف، ربي راك تشوف. الرقم ديالي 07 70 87 83 98 98 98. دابا راه ما كاين، دابا انا بغيت نخرج راسي من هاد المحنه، بغيتكم المحسنين، ان الله لا يضيع اجر المحسنين. واش الله لوجه الله وقفوا معايا، ديروا في هاد الخير، نخرج من هاد المحنه، وربي ربي راه ربي شهيد، راه كيشوفوا، ما كتخفاش عليه شي حاجه، لا تخفى عليه خافي، راه ان شاء الله ربي كما كيقولوا كما تولوا تودان، كما غتوقف معايا انت واحد النهار، والله اعلم. ما بغيتش شي حاجه خايبه، انا ما بغيتش شي حاجه خايبه، كما ان شاء الله غتبغي توقف معك شي حد حتى غتلقى الله غيوقف معاك. انت كتمنى غتعالج؟ هادشي اللي كنتمنى. اما انا قاعد برا، انا اما انا نخرج نخدم، نهز راسي، داكشي اللي خاصني نتهلا في راسي ونعاون راس الواد ديالها كيسا عنده 70 عام. خويا دابا مع خالتي، حنا كاينين دابا مجموعين في بيت واحد، حتى الشرجم ما عندناش من تنفس، كاينين دابا ومع وزيد عليا بالمرض، بغيت نخرج راسي من هاد المحنه، انت عانيت بزاف وقاسيت، اقسم بالله انا هادشي اللي كنقول لكم هو الواقع ديالي، الحقيقه ديالي انا بالله. وان شاء الله نتمنى هادشي، نتمنى هاد الرساله اللي غنوصلها لكم تخد بعين الاعتبار، ورحنا مسلمين اخوت. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، كيف كتشوفوا معنا عادل شاب مغربي عنده 28 سنه، كيف كيقول ما عرفش راسو شنو اللي صابو، واش الصحه واش الشعوذه واش مرض يعني عادي، ما بقاش قادر يعني يتنفس، كيف كيقول كيخرج كتجي غيبوبه، باغي يخدم، عنده طموح ما شاء الله، ولكن للاسف يعني احيانا كيفكر في الانتحار. الله يجازيكم بخير، والهدف ديالو اللي كيتمناه انه يتعالج، شي حد يديه للطبيب يمشي معاه ويخلص عليه الطبيب.
راه يعني الاب ديالو كيف قال كيف قال عنده 70 سنة يعني ما خدامش مخدمش انا هو الكبير المهم جيت توفاش شي واحد اللي خدام عليهم اولا كيصرف عليهم وغير كريم بيت مع الجيران ما عندهم حتى شاجر فالله يجازيكم بخير وقفوا معاه مدوا له يد المساعده هذا نداء القلوب الرحيمه ايضا فتواصلوا معاه الرقم ديالو هو 07 70 27 88 98 07 70 27 88 98